آثرة صباح اليوم على الجثة الثانية للطفل الغريق أحمد بشاطئ المهدي الذي اختفى عن أنظار والدته بنفس الشاطئ رفقة شقيقه إسلام البالغ من العمر 6 سنوات والذي غرق بدوره في نفس اليوم. وتمت أمس الاثنين مراسم دفن ثمان الطفل إسلام لسيدي يحيى الغرب وسط حزن عائلتي ووالدتي التي دخلت في غيبوبة إثر وجود نبأ غرق طفليها في وقت واحد. واحد واحتشد المئات من ساكنة سيدي يحيى الغرب والقنيطرة إثر وصول جثمان الطفل إسلام إلى منزل والدته، حيث وري الثرى في الوقت الذي توصلت به عائلته بمكالمة من مقر الأمن تفويض بالعثور على جثة ابنهم الثاني أحمد الذي اختفى مدة 3 أيام عن الأنظار. وتعيش ساكنة سيدي يحيى الغرب على وقع الصدمة بسبب هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة الطفلين من عائلة واحدة، حيث من المرتقب أن يتم دفن جثمان الطفل أحمد عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة المدينة.